حيوان الكسلان ده كان بيحاول يعدي الطريق، وزي ما انت شايف معطل الطريق والعربيات بسبب حركته البطيئة جدا، ولكنه ولا على باله يكش تولع. في الفيديو ده حصل له حاجة غريبة وهو بيعدي، وعلى ما تشوف الحاجة الغريبة اللي حصلت له هنقول معلومتين عنه على السريع. شعاره في الحياة خراب يا دنيا عمار يا دماغي، وده ليه؟ لان الكسلان بينام 20 ساعة في اليوم ومش بيصحى إلا علشان الأكل بس، دايما بيعيش على الأشجار ومبينزلش على الأرض إلا مرة واحدة بس في الأسبوع علشان يعمل بيبي زي المرة دي كده، واللي عطل فيها الطريق كله وكان هيعطله لساعات وأيام، لحد ما جه واحد ابن حلال وشاله هيلة بيلة كده وعداه، وده كان رد فعل الحيوان واللي بص للبني آدم اللي شاله وابتسم له كأنه بيقول له كتر خيرك وفرت عليا أسبوعين مشي. قول لنا في التعليقات بيفكرك بإيه.